تحية كبيرة لفريق الديجيتال. بتبيعة نجمو تتفرجوا علينا على نوتخ شين يوتيوب راديو اي اف ام ولا على اي اف ام تي في وإلا زيدا على نوتخ باج فيسبوك راديو اي اف ام. تفعلوا معنا مع الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا. الساعة الثانية باش تكون حاضرة بحضينا أول ظهور ليها مريم بن ميمي. الساعة الأولى باش تكون حاضرة بحضينا مريم نور الدين وسي نور الدين الكحلاوي الفنان القدير باش نحكيو على جديدهم تحت السربة. هذا الكل في ستار تايم من نصف النهار للماضي ساعتين. ستار تايم. أما قبل ذلك بارح ناس كل تفرجنا وشفنا على تصاور اطلاق سراح سامي الفهري. خرج سامي البارح بعد ما دفعك فيلة قيمتها 4 مليارات. باش نحكيو أكثر تفاصيل مع الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي سونيا الدهماني. بونجور سونيا. بونجور بونجور. عسلامتكم الكل عسلاماني يسمعوا فينا عسلامة لضيوفك كذلك أميمة. يعيشك يا سونيا. ميرسي بوكو. شكرا لك أنك قبلت تدخل معنا وتعطينا أكثر توضيحات. البارح كما كنت تسمع فيا تليق سراح سامي الفهري بمقابل 4 مليارات. كانت تعطيني أكثر تفاصيل سونيا شنو صار بالضبط وعليش ما سمعنا حتى شيء فجأة سمعنا لسامي الفهري تم إطلاق سراحه. لله فقط نذكر بالحيثيات أنه كان صدر حكم ابتدائي بالإدانة ضد سامي الفهري تحكم ب8 سنوات. وكان سامي بحارب صراح وقت اللي مثل قدام المحكمة. بعد صدور الحكم سامي نذكر أنه مشى وقتها وسلم روحه وبطبيعة تم استئناف الحكم الابتدائي وتقدم في الجلسة الأولى مطلب صراح للمحكمة أمام الدائرة لدى محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية. وكانت أذنت الدائرة بالإفراج مقابل كفالة. الكفالة تم تحديدها ب4 مليون دينار. بتبيع اللي هي يعني مش حاجة سهلة. 4 مليون دينار مبلغ كبير. معناها هذا اللي فسر أني من 3 جوان من وقت صدور الإذن بالإفراج مقابل كفالة سامي قعد في السجن حتى لين تم خلاص ودفع هذا المبلغ ورجع سامي بحالة صراح مش ياخذ قدم المحكمة بحالة صراح وهي الوضعية الطبيعية لكل إنسان يتمتع بقرينة البراءة. واضح سونيا. يمكن من أكثر الأسئلة اللي قاعدة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي 4 مليون دينار مبلغ كبير وانت زادة كنت أكدت على هذا. منين جاه سامي الفلوس هذه الكل؟ سامي عمدو في شراء فلوس ما نذكر فقط اللي أمواله مجمدة منذ وهي هذه المواقع الكبيرة. لكن سامي عنده أصدقاء والحمد لله يعني وقع دفع المبلغ هذا وبطبيعة معناها سامي يعرفوه اللي عند كلته سلبابل وخدام وقع دفع المبلغ هذا. إن شاء الله تكون آخر الأحزان. سامي دفع مال وسامي دفع من حريته دخل للسجن مرة أولى ومرة ثانية واجه مصيره بكل شجاعة. عمره ما هرب رغم أنه سافر برشا مرات في العشر سنين هدوما الأخرانين. كان ينجم يهرب سامي الفهري. عمره ما قبل كل ما وقع استدعاه من المحكمة. أحضرت كل ما صدرت ضد بطاقة إذاعة. نذكر اللي 3 بطاقات إذاعة تصدر ضد سامي الفهري وكانت عنده إمكانية الهروب. كل مرة سلم نفسه وكل مرة واجه مصيره. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون خلص بما فيه الكفاية وتنتهي هذه الدائرة المغلقة اللي قاعد يدور فيها منذ 10 سنوات. إذا نتمنيه سونيا نتمنيه حتى حد السجن. اليوم القضية ما زالت. شنو الطور الجاي شنو بشي يصير سونيا؟ هلا لقدر الله نجم يكون فما سجن مرة أخرى؟ إن شاء الله إن شاء الله نرجع للصواب ونرجع للمنطق. ولو اعتبرنا أنه أخطأ لو اعتبرنا اللي أنا نجم نأكد لك اللي نعرف الملف نعرف الملف بجزئياته يا سيدي نعتبروا أنه هذوما رجال الأعمال أخطأوا. ما الفائدة أنهم يكونوا في السجن؟ ما الفائدة أنهم يدخلوا السجن؟ المال ودفع المال أدفع المال سامي أدفع سامي أدفع وغيره
بتدفع وغيره ينجم يدفع، اللي هذه كلها أموال باش تمشي للخزينة العامة، اللي هذه أموال باش تمشي للمجموعة باش تمتع بها المجموعة. هذوما الناس يخدموا، كان الفهر يخدم وينتج ويوفر مواطن الشغل ومبدع ويظهر لي برهن للعالم أنه ماهيش شراكته مع عبد الحسن طرابلسي اللي خليته سامي الفهري، لأنه بعد الثورة وبعد تجميع أمواله وبعد ما وصل ما عنده حتى عاود وعمل كلزة نول جديد. دونك نخليه الناس تخدم، إن شاء الله تكون هذه آخر الأحزان وما فما حتى فايدة موجود سامي الفهري في السجن. أكيد تقرأ سونيا في التعليق برشا يقولوا أنه إطلاق سراح سامي الفهري مربوط بإطلاق سراح نبيل القروي، تم الضغط على القضاء. شفت كيفاش معناها ساعات التأويلات ما عندها حتى معنى. أنا أقول لك اللي الإفراج، قرار الإفراج بزمان ضر في 3 جوان، لكن المبلغ ما كانش متوفر، ما عنده حتى علاقة بنبيل القروي ولا بقضية نبيل القروي. كان فقط لازم دفع هذا المبلغ. واضح، برشا ردود. تدفع المبلغ نفس اليوم، معناها يعني اللي تدفع فيه المبلغ للقباضة المالية البارح نهار الجمعة تدفع البارح الصباح. فاند ناتيني في آخر قدمنا للنيابة ما يفيد خلاص المبلغ. في دقيقة خرجت بقى بطاقة صلاح، وبعد ساعة من الزمن خرج سامي من سجن إيقافه. الصدفة بركة اللي جمعت يمكن بين سامي الفهري ونبيل القروي. الصدفة يعني قلت لك الإفراج معناها الحكم بالإفراج بكفالة صادر من 3 جوان. واضح به. من فوالا سيسا من لا مش من 3 جوان، من 3 مي. واضح به. برشا ردود فعل، فما برشا فرح وسونيا شخصية عامة فنية هنيو سامي الفهري بخروجه، في المقابل فما ردود فعل كانت سلبية. نعطيك مثال، لطفي العبدلي قال كما خرجت سامي الفهري، بون ما قالش بالاسم سامي الفهري ولكن لمح على سامي الفهري ونبيل القروي، قال خرجوا سواغمان. زاد كيف عاطف بن حسين قال كيف انتم ما عندكم المليارات باش تدفعوا الكفالة، علاش ما يخلصوناش في فلوسنا اللي عنا فيهم حكم. قريت التعليق هذه سونيا الدهماني؟ ولا بربي جنوني تحبني نعلق على التعليق هذه. الله يشفي، ربي يشفي من في قلوبهم مرض، وان شاء الله ان شاء الله لا يتعرضوا لهما، لا اعز الناس ليهم لمثل هذه التجارب. خطر الحبس ما يتمنيش لعدو لعدو. اللهم انسان مريض، اللهم انسان مريض ربي يشفيهم. هذا ايش خلي منقول. جوست تفصيله صغيره نحب نفهمها بخصوص قضيه عاطف بن حسين، هل صحيح فما حكم؟ هو حكم ابتدائي، ما نستنفوش ما نعقبوش، نخليه اطوار القضيه معناها وجيست معناها لارضاء السيد عاطف بن حسين، اطوار التقاضي نفسخوهم نحيوهم. واضح باهي. سونيا شفت سامي الفهري البارح؟ تقابلت معاه؟ شفته اي شفته. الحاله النفسيه كيفاش كانت؟ سامي تبارك الله عليه معناها رغم صعب التجربه ديما عنده فيه من القوه لمجابهه المصاعب. بها كان تعب، احنا الحقيقه فقط سلمنا عليه اجدر به انه يعدي الوقت هذاك مع عائلته مع زوجته مع والدته مع بنيته. دونك فقط سلم، يعطيك الصحه، سلمنا عليه وخليناه يتمتع بحريته مع اقرب الناس ليه. شكرا لك سونيا الدهماني، شكرا على التوضيحات، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو سونيا. اهلا دي ان شاء الله. ميرسي سونيا الدهماني الممثله القانونيه لقناه الحوار التونسي. احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شويه باش تكون ضيفتنا الفنانه التونسيه مريم نور الدين والفنان القدير نور الدين الكحلاوي باش يكون حاضر معنا لاول مره في ستار تايم. حاجه فرحنا برشا ونحكيو على اغنيتهم الجديده تحت السرب. ما قبل ذي نخرجوا فاصل صغير وراجعين.